بالنسبة لهذه الفترة هي معروفة بغسيل القمح لأنها كتسمى الفطرة أو الزكاة كما يقال. زكاة الفطر هاد الساعة لحد الساعة ما كاينش زكاة الإقبال اللي كاين. كاينة مسألة عاوتاني أخرى أن الثمن ديال الفطرة بهذا العام شوية غالية ماشي بحال السنين الماضية. كان تقريبا 12 درهم ونص بحال هكا، دابا دايرة 20 درهم تقريبا أو 22 درهم. تقريبا هذا هو الثمن اللي كاين. دابا الغالبية ديال الناس بحكم هذا الازدحام اللي ولا وطرقات وهذا وكاين عوائق كبيره كتعجز شويه الناس وهذا الناس كتقول لك انا نخلصها فلوس من الاحسن غالبيه الناس، ولكن كاين الناس اللي كيخرجوها قمح او شعير وهذا على حسب الاكولات اللي كياكلوها. انا كنخرجها علي قبل العيد بيومين، يا خصها وليدي تخرج ليله 27، نخرجها فلوس انا خرجتش انا القمح. واه انا دينا عليها دابا فلوس، القمح دابا غلا فينا، عرفتي القمح شحال ولا دابا؟ وليت بالله 3000 ريال العبره. هي اللي معايا اللي كياكلوا معايا في الدار. الا اللي ولي اللي تزوج دار وليداتو كيخرج راسه. دابا اللي معايا ياكل معايا كانوا الوالدين يخرجوا بالقمح. ما حنا دابا ملي طلعنا انا مابقاش كنخرجوا بالقمح ولا كنخرجوها بفلوس. كاين اللي قبل باقي الناس كتدي، باقي الناس كاع دوك الناس القدام كيديو القمح. وهاد الدراري الصغار كيخرجوها فلوس، جات 20 درهم، جوج كيلو ونص، 860 ريال الكيلو. وهاد العام غلات على العام اللي قبل؟ ايه دوبلت، ماهيش غلات دوبلت، عامل الغرة كانت 160، هاد العام راه 20 درهم الفترة. من جدود جدودنا وحنا كنشوفوهم تيخرجوا الزكاة ديال العيد بالقمح، وثانيا كيف قلنا القمح فيه البركة. وصحي، اما اذا جيتي تعطيها فلوس ما غاديش تكون شي حاجه مهمه، غتكون ديك 4000 ريال قول كاع حتى ديك 5000 ريال ما غاديش تقضي ليهم، زعما غادي تعدي ليهم نهار يومين والفلوس دغيا تيطيروا. وكل شيء غلا، اللهم كتشري القمح وكتزيدوا بشويه ديك اسمو، وكيقدر انسان يطحنو يعجنو يدير خبيز ديال القمح. مهم اولا صحي، ثانيا تيبقى له باش يقدر يدير. المسكين دابا كياكل الخبز والزيتون ولا الخبز الى لقى الزيتون ولا زيت العود ولا يدوزو بشي حاجه اخرى، انما الخبز ضروري للمسكين.